انا نعطيكم دي غوسيت اللي هما فيهم دي زانغريديون اللي قلال بزاف واللي مفيدين. دونك دابا بويسك الناس بزاف عندهم لاكني، انا كنصح بواحد لا غوسيت اللي هي مفيده بزاف، ولكن الواحد ماشي يديرها هي مره ولا جوج ويقول صافي ما باليش الريزلت نحبس. الحاجه باش تبان الريزلت 3 موا على الاقل، سورتو ان برودوي ناتوريل كنستعملوه 3 موا بلوتو، كنستعملوه 2 حتى 3 فوا بار سيمين باش كيبان لو ريزلت ا لانتيرم. دونك واحد لا غوسيت ديال لاكني ان سيت ان بونسمون اللي كيدار بثلاثه المعالق صغار ديال الشوفان لافوان مطحون مع خل التفاح، غير هاد لي دو انغريديون فيهم واحد الفوائد اللي هما عظيمين، سي انتي بور دي لا تي انتي اكني، سي ان بونسمون اللي كينقي بزاف لو فيزاج. ونستعملوا الماورد بزاف، الناس الماورد ما بقاوش كيستعملوه بحال شحال هادي، راه الي تري تري انتريسون بور لا بولي اي لي اكني اي اكنيك ودهنيه. وعاوتاني واحد لا غوسيت ديال لي شوفو اللي انا كتعجبني بزاف، لي هادي دوبي الصغر ديالي وانا كنديرها، حتى هي ما فيهاش بوكو دانكريديون. دونك غندير زيت البلديه، ولكن هو زيت البلديه شويه كتغلق لا كولور ديال لي شوفو، يمكننا نعوضو زيت البلديه مع زيت الزنجلان ولا زيت ارغان، ما كاينش مشكل. دونك تندير قريعه زيت البلديه اللي هي زيت العود، وكندير فيها الصحتر مولو وقشور الرمان مولو، وكندير فيهم شويه ازير والعرعر لا ميم كونتيتي دو شاك، وكنديرهم في اون معلقه كبيره دو شاك في اون بوتي، وكنخليهم كيرقدوا زعما شحال ما كان هاد الوصفه، ما زعما ما كتبيغي ما حتى شي حاجه، كتبقى زعما فالابل. وكتستعمل ان تو بتي بو في لو كوير شوفولو في لي شوفو، سا دون واحد لا بريونس واحد لي كلا بور لي شوفو مانيفيك.